فنلندا والسويد والعودة إلى سيناريو توسيع حلف شمال الأطلسي هذا العنوان من العرب الجديد الذي تقول فيه تعيد حماسة إدارة بل حماسة إدارة بايدن نعم لطلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي التذكير بترحيب واشنطن بطلبات بلدان أوروبا الشرقية لعضويته بعد سقوط جدار برلين أنذاك كان الانهيار السوفيتي مدخل واشنطن لتوسيع الحلف الذي دفعت اليه وشجعت عليه واليوم يبدو ان الاداره ترى في فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسب التوصيف الامريكي في اوكرانيا نكسه لن يخرج منها وبما يوفر فرصه لاستئناف التوسع فتسويغ طلب البلدين بانه جاء لدواع امنيه دفاعيه فرضتها حرب اوكرانيا لا يستقيم مع المعطيات والواقع لعده اسباب